المحطة المقبلة لصلاح أنا بقول لك أهو تشغل بال الإخوان كثيرا ولا يريدون له توفيقا. لما بنيجي نرجع بقى على الحدوتة، صلاح رايح يوفنتوس ولا رايح برشلونة؟ ده سؤال. مين اللي يجاوب؟ مش يوسف، مش شغلتي بصراحة، لكن نقدر هنا نسأل الأستاذ محمد منظور الصحفي الرياضي الشهير بجريدة وموقع سبورت دوت اف ار الفرنسي أو سبور. ازيك يا أستاذ محمد؟ أستاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ازي صحتك؟ كله تمام؟ الله يخليك يا أستاذ يوسف، الله يخليك. الله يخليك، تمام، كله بخير. كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم عليك بإذن الله. علينا وعليك يا والصيام رب بيبقى طويل في أوروبا مطلوب. أنا عارف لحد 9 بالليل. لحد 9 ونص كمان. يا رب يا رب في ميزان حسناتك وحسناتكم جميعا. أمين. يا رب. اشكرك اشكرك حبيبي. يا رب يخليك يا استاذ محمد. صلاح هيروح فين؟ والله يا استاذ يوسف بص الموضوع كبير، يعني هو لحد دلوقتي صلاح يعني مش هيروح حته. لحد دلوقتي احنا بنتكلم لسه المفاوضات شغاله، لسه الكلام شغال، هو في محاولات من اكثر من طرف، من رامي عباس، من صلاح، من لطبيعي ان هو لازم يتقدر، هو من وجهه نظره طبعا. ومن وجهه نظر انا الشخصيه هو حابب انه يتقدر. اصل احنا لو هنتكلم في فلوس اعتقد ان الله اكبر، يعني ما شاء الله صلاح عنده اللي يكفي، لكن الموضوع بالنسبه له تقدير. موضوع تقدير طبعا، تقدير. انا النهارده ما ينفعش كلاعب كره قدم شهير، انا بتصنف النهارده لو انا مش احسن لاعب في العالم هذا الموسم فانا من ضمن احسن 3 في العالم. اي حد فينا كده، الاستاذ محمد منظور في مهنته كده، يوسف في مهنته كده، فلان في مهنته كده، طبيعي. انا محتاج اكتر، محتاج احس ان النادي اللي انا بديله يقدرني. ما ينفعش النادي النهارده يكون رادد عليا يقول لي لا انا هسويك بالمدافع بتاعي، وات ايفر اسم المدافع مين، او وات ايفر حتى الناس الموجوده في الفرق الثانيه، او لا انا محتاج اتقدر، محتاج اتحط في سلم الرواتب الكبير. كريستيانو رونالدو هو رايح يا استاذ يوسف مانشستر يونايتد، راح بمبلغ 610 ألف استرليني في الاسبوع. ما شاء الله. كريستيانو النهارده بيتقاضى 610. هل رونالدو محتاج؟ رونالدو ما شاء الله برضو ثروته، بس هي تقدير طبعا، تعادت المليار، لكن هو وجهه نظره ده تقديره لنفسه وقيمته، وهو شايف ان ده سعره. انا نجم صف اول فده السعر بتاعي. بالظبط. انا محتاج ان انا النهارده انا محتاج اتقدر، محتاج ان النادي بتاعي اللي انا بديله كوره في الملعب وبكسبه محتاج ان هو يقدرني. ليفربول الناحيه الثانيه بيبص للموضوع بنظره مختلفه، ان احنا عندنا، وانا شايف ان برضه النظره ما فيهاش عدل بشكل كبير، ان النظره ان احنا فريق منظومه، ان احنا فريق المفروض سلم الرواتب ما يتخطاش حد معين، لان احنا لو ادينا لصلاح، لا انت تدي لصلاح مش لازم تدي لغيره. النهارده في اقاويل كتيره مثلا في الكوره بتتقال النهارده، مثلا على سبيل المثال استاذ يوسف، وانا بحب اضرب لك امثله من الانديه المختلفه عشان نقدر نحكم هل صلاح عنده حق ولا ما عندوش حق. لما نروح مثلا لباريس سان جيرمان هنلاقي باريس سان جيرمان في لعيبه قديمه في النادي موجوده من 10 سنين بتاخد مثلا 8 مليون و9 مليون يورو في السنه، وفي ميسي النهارده بياخد 50 مليون يورو في السنه. هل في اللعيب اللي بياخد 8 مليون يقول لك لا انا عايز اتساوي ميسي؟ هل ده منطق؟ ده مش ميسي منطق. هو الاستثناء، ميسي لازم يكون استثناء يا استاذ. فصلاح لازم يبقى استثناء هو كمان عند ليفربول. يوسف صلاح لازم يكون استثناء صح. ومن غير ما يتزعل الكلام ده كله، النهارده في قيمه سوقيه للعيبه كتير، كل لعيب عارف قيمته السوقيه، في لعيب عارف ان هو يساوي 3 مليون، في لعيب عارف ان هو يساوي 5 مليون، في لعيب عارف ان هو يساوي 100 مليون، فالنهارده صلاح مقدر نفسه بالمبلغ اللي على فكره بيتقاضاه لعيبه، بيتقاضى اعلى منه لعيبه كتير في الدوري الانجليزي. صلاح النهارده بياخد اقل من دي بروينا، بياخد اقل من كريستيانو، بياخد حتى اقل من لعيبه في برشلونه درجه، يعني مش عايز اقول لك لعيبه مش ليفل عالي، يعني لعيب مثلا زي سيرجي روبرتو بياخد نفس المبلغ اللي بياخده صلاح حاليا، برغم ان هو لعيب بعيد تماما عن مستوى صلاح. انا برضو بدي لحضرتك امثله، وترتيب صلاح اظن اعلى بكتير يا استاذ يوسف، مفيش وجه للمقارنه اساسا. فاحنا بنتكلم النهارده ان هو من حقه ان هو يتقدر، من حقه انه ياخد المبلغ اللي يستحقه، من حقه ان هو يحط رقم، ومن حق اداره ليفربول انها تفوض، لكن مش من حقها النهارده انها تقول لا او مش لا او الكلام ده كله. طبعا هو في النهايه كل نادي من حقه انه يختار او ما يختارش، او لكن انا برضو بتساءل يا استاذ يوسف قبل ما نخش على السؤال، على يعني اساس السؤال اللي هو هل هيروح يوفنتوس وبرشلونه ولا لا، هل النهارده لو محمد صلاح لعيب انجليزي، وانا مش عايز اخش في السكه دي برضو، لكن الحقيقه بتفرض نفسها، هل النهارده لو لاعب بيحمل الجنسيه الانجليزيه ومواليد انجلترا، هل النهارده كان صلاح
هيتقدر بنفس الشكل. النهارده لما نشوف مثلا هاري ماجواير في مانشستر يونايتد تم شراؤه ب 85 مليون وهو انا اسف يعني ما يساويش حتى 20 مليون، لما نشوف مثلا جريليتش راح مانشستر سيتي ب 135 مليون عشان بيحملوا الجنسيه الانجليزيه. صلاح ما كلفش اداره ليفربول كتير في التعاقد معاه، هو يعتبر زي ما بنقول كده في لغه الكوره سرقه القرن، انت اشتريته من روما ب 40 مليون، لو انت النهارده بنفس المستوى ده حبيت تشتريه في نفس السن اللي انت اشتريته فيه من كام سنه في 24 25 سنه، حبيت تشتريه من اي نادي هتدفع فيه 150 مليون وانت راضي ومبسوط جدا وسعيد. فاذا يبقى هو صلاح وفر عليك مبلغ كبير جدا في الشراء، ووفر عليك كمان في يعني العقد بتاعه ما كانش كبير، فبالتالي لازم تديله، لازم ترضيه، لازم اخلي اللعيب بتاعي سعيد. يعني تعتقد ان هذا التعنت بسبب ان صلاح شرق اوسطي؟ انا شايف كده يا استاذ يوسف، في الحقيقه انا شايف كده، يعني ما مش عايز اكون متحامل، بس هي طبعا في عوامل كتيره بتاكد الكلام ده كله، لان احنا بنشوف لعيبه كتيره في انجلترا بالذات، يعني هي ممكن العنصريه طبعا قليله فيها والناس بتحبه وبتحترمه وبتقدره وجماهيره بتحبه جدا وبتحبه جدا وبتقدره جدا وبتحترمه جدا، لكن في النهايه صلاح شرق اوسطي مهما كان برضو مش يعني مش هدي لك نفس اللي انا بديه للعيب الانجليزي. اعتقد ان الامور يعني في السكه دي يعني. لكن نيجي بقى للشق الاهم من السؤال واللي حضرتك بتساله، هل هو هيروح اليوفنتوس ولا برشلونه؟ انا وجهه نظري ان الاثنين خارج الاتفاق خالص. لعده عوامل يعني، وارد ان يكون الكلام كلام جرايد، وارد ان هو يكون برضه، هو طبعا رامي عباس وكيل شاطر جدا جدا، وهو مش محتاج يسوق صلاح، وصلاح سلعه متباع، صلاح سلعه وقت ما هتقول يا بيع الف مين هيتقدم. طبعا طبعا يعني طبعا احنا بنشبهش بالسلع طبعا، لكن احنا بندي مثال مجازا، هو منتج رياضي في النهايه. بالظبط، صلاح بايع نفسه، صلاح النهارده وقت ما هيقول يلا يا جماعه انا موجود وجاهز للتعاقد الف نادي هيشتريه. لكن الناديين دول تحديدا عندهم مشاكل ماليه كبيره جدا، اليوفنتوس عنده مشاكل ماليه كبيره، وبرشلونه نفس الحكايه. برشلونه مركز تركيزه بالكامل في صفقه معينه هي ايرلينج هالاند من النرويج، ولو مش هيكون ايرلينج هالاند هيكون واحد ثاني، لكن الميزانيه تكون مناسبه. صلاح النهارده لو هيخرج من ليفربول فهو حتى ال 450 او ال 400 اللي هو طالبهم من ليفربول مش في الاسبوع مش هيبقى نفس الرقم لما يطلع بره ليفربول، اعتقد ان هو ساعتها هيطالب اكتر لانه حقه، لانه هيكون صفقه ساعتها كبيره، فطبيعي ان هو لما اقعد مع ليفربول غير لما اخرج وانقل عيلتي وانقل اسرتي واولادي والمدارس والكلام ده كله، ده كلام لازم النادي ساعتها يكون مضحي. فبالتالي برشلونه عنده ازمه ماليه كبيره واعتقدش انه هيفكر في صلاح. الناحيه الثانيه اليوفنتوس نفس الحكايه، اليوفنتوس كان بيفكر في صلاح فعلا من سنين لما كان بيلعب في فيرونتينا ولما كان لما راح لروما، لكن دلوقتي الوضع مختلف. طب تعتقد ايه الخيارات اللي قدام رامي عباس وصلاح؟ والله الخيارات قدام رامي عباس وصلاح انا شايف ان هم عندهم اولويه كبرى جدا بالبقاء مع ليفربول. لكن في حاله مثلا حصل ما بينهم، يعني احنا بنفترض ان حصل ما بينهم وصول لطريق مسدود، وده وارد جدا، وارد ان يكون في تعنت من اداره ليفربول، هيكون في خيارات بديله، هيكون في مثلا وارد ان مانشستر سيتي يخش، احنا لسه مش عارفين مين ساعتها هيظهر في الساحه. لان ساعتها الامور بتختلف يا استاذ يوسف. النهارده وارد ان باريس سان جيرمان لما فاتيه وبنسبه كبيره مفاتيه هيخرج يروح ريال مدريد اعتقد بيتخطى 99%، وارد انه يفكر في صلاح، وارد انه يفكر في غيره، وارد ان مانشستر سيتي مثلا يفكر في صلاح، وارد ان في انديه ثانيه بتبني فرقه وبتكون فرقه مثلا نادي زي نيوكاسل، ولو ان ده انا ما بحبوش انه يحصل، لان نادي نيوكاسل نادي كبير وله شعبيه قديم وكل حاجه، لكن مش بنفس حجم ليفربول وهيحتاج سنين علشان يعود يدخل منصه البطولات مره ثانيه. صحيح، فوارد انه يفكر فيه، هو يقدر يدفع صلاح بمنتهى السهوله، انت عارف ان النادي اصبح تابع للمملكه السعوديه، فبالتالي قادرين ان هم يدعموا النادي بصوره ماليه كويس، وبالنسبه لهم مرتب صلاح مش هيبقى ازمه خالص، لان انت بتجيب لعيب نجم كبير هينقلك نقله ثانيه. لكن انا ما احبش ده، يعني انا وجهه نظري، انا هتسالني انا كرايي مثلا، انا محمد منظور هقول لك ان انا حابب ان صلاح يقعد، حابب ان صلاح يقعد في ليفربول، لان يورجن كلوب برضو من المدربين اللي خرجوا من صلاح طاقات كبيره جدا، يعني يورجن كلوب مش عايزين نغفل دوره في رفع مستوى صلاح، رفع وهو نفسه صلاح قال انا بتمنى ان انا عندما انهي مسيرتي كلاعب اكون بنهيها برضو مع ليفربول. يعني هو حتى لو صح التعبير ادبيا ومعنويا روحه مش رافضه فكره ان هو يسيب ليفربول على اطلاقا. على كل حال بنتمنى انه تاتي الرياح
بما تشتهي السفن وأن تتفق السفينتين في نفس المسار، سفينة ليفربول كمؤسسة وكنادي كبير، وسفينة صلاح أيضا كواحد من أهم اللعيبة بالمناسبة الموجودين على الساحة حاليا. ويمكن خلال سنين طويلة مضت عمليا صلاح بدأ يضع نفسه على الأقل خلال العام الماضي في إطار الأسطورة. يعني أنا دايما كنت أقول مثلا أسطورة يعني بيلي، أسطورة يعني مارادونا، أسطورة يعني ميسي، رونالدو بالنسبة لي مش أسطورة على الإطلاق. صلاح بدأ يخط لنفسه خطا كواحد من أساطير هذه اللعبة. فهو بجد والله أنا لو ليفربول، بعيدا عن أنه صلاح مصري وعربي كل الكلام ده، أنا لو مكان ليفربول لازم أدلعه. عمل لي اللي ما اتعملش بالمناسبة، صلاح عمل ليفربول اللي ما اتعملش فعلا، وليفربول بالتأكيد عارفين كده. على كل هي حدوتة وهنشوف تفاصيلها القادمة هتأتي بها الأيام. نتمنى لي كل الصحة كل التوفيق، الرجل يستحق فعلا فعلا يعني.